افران السلام عليكم الحباب الصحاب، نتمنى ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. عشاق التريب، عشاق السفر، عشاق الادرينالين، كاع الناس اللي تيبغوا الفيراجات، كاع الناس اللي تيبغوا الطريق، كاع الناس اللي تيبغوا يتسولاجوا في الطريق ويسافروا ويبدلوا الجو، يحيدوا ستريس، ستريس العمل، ستريس الحياه. تحياتي لكم كاملين بدون استثناء. حاولت نحط لكم هذا الريفيو، هذا لاصورتي اللي درتها مع الاصدقاء ديالي، اللي كان تحدي بالنسبه لي انا. وصراحه تشوقت كثير باش انني نسافر ونبدل الجو، ولو انني كنت اطي، يعني كنت جالس في واحد المده طويله تقريبا 3 شهور وانا ناعس فراشي ما تنتحركش. لهذا دائما كنت نتفرج في يوتيوب، تنتفرج في الناس بزاف اللي كيديروا لي صورتي، الناس مغاربه كوار كل شيء. اوتوماتيكمون الوقيته اللي وليت نتمشى شي شويه، خرجت درت رحله مع الاصدقاء، والحمد لله كانت رحله شيقه، دازت رحله زوينه بزاف. كانت عندنا الرحله ديالنا، كنا بغينا نباتوا في سيتي فاطمه. لسوء الحظ الناس الساكنه ما تسمحوش الناس ديال البيكنيك والناس ديال التريب يباتوا بلاطون ديالهم، باش انهم يحاولوا ينميو البنيه التحتيه ديال كتك ديال المنطقه. لهذا اضطرينا بتنا في واحد البلاصه، الحمد لله دازت بسلام. كان انا عندي شوق انني نمشي لامسفران. الدراري سالت ليهم الرحله، تفرقنا بالويدن، وغالبا كنت نشوف الناس تيطلعوا لامسفران القمه اللي هي بعيده على سطح البحر ب 1868 متر. بقاو معنا تتشوفوني كيفاش غتكون الرحله لامسفران، وفيها غادي تكون واحد المفاجاه كبيره. غادي نتلاقى مع واحد السيد غادي في نفس الوجهه، والصديق من اعز الاصدقاء ديالي اللي كنت نبغي نتلاقى معاه. وتبارك الله صراحه تفرجت في الفيديوهات ماشي مره ماشي جوج قبل ما نحطهم لكم، وما تنشبعش منهم، ما قطعت والو، حطيت كل شيء. وخليو لينا كومونتيرات ديالكم والاراء ديالكم، واي تساؤل مرحبا.
جبران ووهو الحلم ديالي نجي ليها والنعمة. نو الدراري الدراري اسمحوا لي الميكرو راه ما خدم لياش، ماشي كومباتيبل مع الكاميرا، يعني بغيت نبقى غادي ونتكلم لكم ونعاود لكم ونحكي لكم داكشي اللي تيوقع. طلعي مجهدين الموطور يرتاح الماء ديالو هبط بزاف بزاف، مابقاش فيه الماء كاع، مابقاش فيه الماء، راه دزت من حدا قبيله هنايا ولا فيه الغيس. هادو الدراري تلاقينا بهم عبد الهادي ديال بن حمد هو الاخ ديالو دوكر فلاش اكس اكس دار لها لي فاليز. لا لا تبارك الله عليكم شوفوا لقطات من بعد. Seems fair.
وحنا بتفسران يسفران يمسفران. واحد هز معايا واحد بيدو قال كاينه واحد العوينه هنا ساعه في الاخر جاو لقاوها مسدوده ونعولنا عليهم ما جبناش معنا الماء وبقينا عطشانين. هني هذا بيجي معاه الماء ديالو. ها شوف ولا كاين شي عوينه لقدام. الله ها هو دابا جا شي ما هنا مجد سد عليك هنا. الله يحفظك خويا الغزال. ها الدراري تيسلمو علينا قالك هاد سلامتكم لان عارفين بان الطريق طويلة. كاينة شي 57 كيلو كلها فيراجات وعقابي وجبال يعني ماشي مستاهل باش تجي لهاد الامسفران هادي. وهادي والتوبة شي هاد المرة هادي مرة جاية ما نجيش. السلام عليكم. هادي نشوفها في التصاور اليوم احنا فيها. نقلبوا على واحد المجموعه ديال الاصدقاء جروب خميسات وبعض الاصدقاء اخرين من جميع انحاء المملكه كلهم منين جاي. وقلنا نديروا واحد التجمع هنايا عكس الدراري ما هوش يجيو معايا سالات لهم الرحله. ايوا اكتفوا بديك اوزود دابا حنا مشينا عندهم حنا غادي دابا. اهلا واش باقي تينا مع سعد دابا؟ السلام عليكم.